تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في مدينة سيدي بوزيد عاصمة الثورة التونسية وعاصمة الربيع العربي. من خلفي هنا تقريبا هذه العربة المجسدة للعربة التي كان يحملها محمد البوعزيزي الشاب الذي أحرق نفسه، وبهذه العملية أطلق شرارة الثورة التونسية وشرارة الربيع العربي. هذه الساحة في وسط مدينة سيدي بوزيد تسمى ساحة محمد البوعزيزي نسبة إلى هذا الشهيد التونسي الذي أصبح رمزا لأيقونة الثورة التونسية. نحن في الذكرى السابعة للثورة التونسية نأتي إلى هذه المدينة لنستطلع آراء الناس ونكتشف معهم مآلات هذه الثورة التونسية، انتظاراتهم من الثورة التونسية، وخاصة من الوعود الحكومية المتتالية تقريبا منذ 7 سنوات تجاه هذه الجهة التي تطالب إلى جانب الحرية والكرامة مطالب تنموية بحتة، مطالب التشغيل لآلاف من العاطلين عن العمل كانوا قد خاضوا نضالات طويلة من أجل إبلاغ صوتهم وقدموا في سبيل ذلك التضحيات والشهداء. نبدأ في أولى استطلاعات الرأي مع أحد شباب الثورة التونسية، شباب سيدي بوزيد عرف بتحركاته وتواجده في أغلب الاعتصامات اليوم، يعني 7 سنوات من الثورة. السؤال بالنسبة لمختلف المتابعين عبر شاشة الجزيرة المباشر، ما الذي تغير في هذه المدينة؟ صراحة لم تغير شيء، مدينتنا كما نعرفوها، شبابنا يمر بظروف صعيبة برشا، وشبابنا مهمش، شبابنا مشى عندنا كل مشى لحرق اللي مات في الحرقة، والله كبت أميتهم شيء حسرة كبيرة برشا، وبعد وعود 7 سنين ما شفنا حد شيء من الثورة صراحة، فهمتني؟ التنمية ما شفناش، الوحيد يعني كان عمل مشروع هنا وكان ناجح هو سي حمد المد رئيس جمعية الترجي التونسي في تونس، لهنا قام مشروع يعني معمل ديليس عملنا في سيدي بوزيد وخدم عائلات الحق كل صدق، هذا الوحيد يعني، وبالرغم راه لقى صعوبات كبيره والحمد لله يعني، وركز في سيدي بوزيد وقام دور كبير. وبالنسبه للتنميه هذا الحاجه الوحيده اللي شفناها، البنيه التحتيه ما فهمش اكتشف فيه، بالرغم مظاهر الاحتفال ما فهمش في سيدي بوزيد جمله. ما لاحظنا يعني مظاهر الاحتفال بهذه الثوره تكاد تكون منعدمة، يعني نحن يعني في عشية ذكرى الثورة في العادة نلاحظ يعني في السنوات السابقة هناك اهتمام كبير من قبل الناشطين، من النقابيين، يعني حتى من مختلف فئات المجتمع المدني هنا في سيدي بوزيد، ولكن هذه العام نلاحظ يعني دعني أقول في الكلمة عدم اهتمام بهذه الذكرى. كنت قبل كنت الناس ديما تستنى في الوعود، ديما يقول باش يجيك وعد، ديما متفائلة العباد، متفائله برشا باش يجي، اما تو يعني فاضل كاس وتعرف ان المعيشه في تونس يعني صبحت صعيبه برشا، ويعني واحد ما عادش لاقي يعني باش ياكل باش ياكل يعني عشاه ما عادش لاقيه، فهمتني؟ هذيك الظروف اللي عليها قاعد عايشها الشباب، يعني قال لك تكلمنا برشا، يعني نعرف برشا شباب يحب يحكي يقولوا يجي يتكلم يقول لك ما نتكلمش، ماني تكلمت ماني حكيت، استنيت صبرت ما عادش نجم نحكي، نعبر على الغضب نتاعي اني ما نجمش نتكلم، فهمتني؟ وظاهر ظهر المظاهر اللي تشوف فيها في سيدي بوزيد شنو بالضبط؟ وضع دعنا ناخذ شهاده اخرى، انت يعني صحفي واعلامي وايضا ناشط في هذه المدينه، مدينه سيدي بوزيد يعني من المتوقع ان تكون يعني عاصمه للثوره التونسيه، عاصمه لهذا الربيع العربي الذي جاء يعني مطالبا بالحريه والكرامه ولكن بالشغل والتنميه. 7 سنوات من هذه الثوره، لماذا لم تتحقق كل هذه الوعود؟ لماذا لم تتحقق كل هذه المطالب؟ دعنا نقول فقط في سيدي بوزيد دون الحديث عن باقي مثلا المدن التونسيه التي يعني تعاني نفس الشيء تقريبا. بداية كان يجب أن يطرح هذا السؤال على سياسي تونس الذين تعاقبوا على الحكومات منذ سنة 2011 تاريخ هروب بن علي إلى اليوم، لماذا لم تحققوا تنجزوا ما وعدتم به ثوار أهالي سيدي بوزيد والمناطق الداخلية التي انتفضت؟ نحن في جزيرة مباشر نطرح هذا السؤال باستمرار، ولكن الإجابات تكون دائما إجابات بروتوكولية دبلوماسية، لذلك ننزل هنا إلى الشارع في وسط مدينة سيدي بوزيد لنلتمس النبض الحقيقي للمواطنين. النبض الحقيقي هنا في سيدي بوزيد يعني هناك صدمة كبيرة
كبيرة، هناك غبطة، هناك يعني حزن كبير، هناك تحصر على ما هو موجود الآن. القدرة الشرائية بالكاد تكون في المستطاع، النسبة الوطنية للبطالة على مستوى سيدي بوزيد تعد سيدي بوزيد الأولى وطنيا من حيث أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل، ظروف اجتماعية قاسية، بنية تحتية متردية. كيف يمكن أن نحلم بغد جميل في ظل وجود مثل هذه الصعوبات التنموية، في ظل وجود وعود بين ظفرين كما يصطلح أن يسمينا مواطنين في جهة سيدي بوزيد، وعود كاذبة، وعود تطلق منذ سنة 2011 إلى اليوم، منذ حكومة حماد جبالي ثم علي العريض وصولا إلى المهدي جمعة لحبيب الصيد ويوسف أشاد، كلهم يعيدون نفس الكلام، كلهم يقولون نفس الوعود. ما الذي تغير؟ لا شيء. هذا يعني ما يختلج في أفكار وفي أذهان المواطن هنا في مدينة سيدي بوزيد. يعني أتعرف معك في سؤال أساسي، مثلا هذه المدينة مدينة سيدي بوزيد أو هذه المحافظة عموما، ما الذي تحتاجه بالضبط لتتحقق هذه المطالب التنموية التشغيلية؟ ما الذي ينقص هذه المدينة يمكن من خلال شاشة الجزيرة المباشرة أن نبلغها للمسؤولين، للسلطات، للمهتمين عموما بالشأن العام؟ يعني لنعد إلى تاريخ مثل هذا اليوم سنة 2010 تحديدا 17 من ديسمبر، وهو تاريخ اندلاع الثورة التونسية الذي سنحتفل به يوم غدا إلى حد. يعني هناك شعار رفع التشغيل استحقاق عصابة الصراخ، الشعب فد فد من طرابلسية، وكل ما لف لف طرابلسية. الطرابلسية يعني الفساد، يعني التغول، يعني النظام المفيوزي، يعني المافيات التي تحكم هنا وهناك وتنافس قوت المواطن البسيط العادي الذي يسعى وراء خبزه اليومي. كل هذا مطروح إلى الآن. ماذا فعلت هذه الحكومة في حربها على الفساد؟ ماذا فعلت هذه الحكومة في حربها على لوبيات الفساد وملف لف طرابلسية؟ لا شيء كما يقول المواطن هنا في مدينة سيدي بوزيد. واضح. ابقى معنا نأخذ شهادة أخرى لأحد المشاركين في الثورة التونسية وأحد المشاركين، بل أحد يعني مساهمين في هذه الثورة وانطلاقتها بالأساس. يعني دعني أسألك بالنسبة لك، يعني كيف تشعر في مثل هذه الأجواء التي لا حقيقة لا تشير إلى أن هناك ثورة في مدينة سيدي بوزيد؟ الشيء المؤكد اللي ما نجموش نحتفل. الإنسان العادي باش يحتفل، يحتفل كذا ثم عرس، كذا ثم تغير، لكن المواطن التونسي أنت تشوف الغلاء، تشوف الحالة. اللي نجم نقوله لكم، وأنا نكره الصحافة من حقية، أما في سيدي بوزيد رأي المدينة قاتمة، مدينة غاضبة، ونقول لهم أحذروا من غضب سيدي بوزيد، لأن إذا غضبت مرة ثانية ستغضب بشكل مغاير، والشكل هذا يمكن ما يكونش في صالح حتى واحد. لكن السياسيين بجميع توجهاتهم احذروا غضب هذه المدينة. شكرا لك مشاهدينا الكرام. نواصل معنا أخذ شهادة أخرى لأحد المسؤولين في لجنة التنظيم حتى نتعرف معك يعني على هذه الأجواء الاحتفالية الغائبة في مدينة سيدي بوزيد، تقريبا يعني ليلة ذكرى السابعة للثورة، ولم نلحظ إلى حد الآن يعني اكتمال كل الأمور الترتيبية والتنسيقية لإحياء هذه الذكرى بشكل يليق أولا بمدينة سيدي بوزيد وبأهل سيدي بوزيد وبالثورة التونسية عموما. قبل كل شيء مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة قناة الجزيرة، تحية تقدير ومحبة واحترام إلى أهالينا في فلسطين، أخوانا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية بإذن الله منصورين إن شاء الله. وفي البداية نحب نقول مرحبا برئيس الجمهورية التونسية إذا كان جاء، مرحبا برئيس الحكومة، مرحبا بالوزراء، مرحبا بمجلس الشعب، نواب الشعب، لكن وقت يجوا ماذا بينا تكون الحقائب متاعكم موجودة فيها التنمية والتشغيل. هذا في بداية الأمر، هذه رسالة موجهة. إذا كان جيت وكيكا احنا مرحبا بكم، إذا كان باش تجونا ما عندكم شيء من غير ما تجوا. هذه في البداية. ثاني حاجة، سيدي بوزيد الاحتفالات واضحة ما شاء الله، إلا علامات تونس ترفرف. علاش هذا كل مستانسة سيدي بوزيد قبل بنهارين وثلاثة أيام تكون الاحتفالات؟ لأنه التمويل ما ثماش، الشباب طبيعي جدا أنك باش تلقاه غاضب، لأن لا تنمية ولا تشغيل ولا كرامة
بدون التنمية وبدون التشغيل. أفهم منك يعني هل هناك توجهات معينة من جهات معينة تريد طمس هذه الذكرى، تريد الإساءة إلى هذه الثورة، تريد يعني وأد كل ما يتعلق بالثورة التونسية والتحركات التي قامت بها سكان مدينة سيدي بوزيد قبل 7 سنوات؟ بالله سامحني، وقت تشوف معنا في الإذاعات والقنوات التونسية 14 جانفي يوم عالمي، يوم عالمي، شوف الإذاعات، شوف القنوات، شوف التحركات، شوف الاحتفالات في تونس وفي بعض الولايات الأخرى، معناها كأنهم يلغون 17 ديسمبر. المولود طبيعي جدا يسمى بولادته ليس عند بالوفاة نتاعو. كل الثورات تؤرخ بالبداية وليس بالنهاية. ثورة 17 ديسمبر لن تكون إلا 17 ديسمبر، وإحنا وافقنا على 14 جانفي لأنه يوم هروب بن علي. كيف تلغون 17 ديسمبر؟ كيف تلغونها؟ أين 17 ديسمبر؟ ولماذا 14 جانفي؟ علاش نكونوا شهوين؟ علاش؟ علاش تحبوا تقمعونا؟ أعطي حق 17 ديسمبر ثم 14 جانفي، إحنا نحتفل ب 14 جانفي لأن تونس، لأن نحن نفس الجنسية. تحتفل؟ سامحني ما عادش نجم نتكلم. شكرا لك، يبدو أن الانفعال كما تلاحظون من قبل أحد أعضاء لجنة التنظيم، هناك يعني حالة من الاستياء العامة في مدينة سيدي بوزيد، أولا من غياب أو تأخر كل الوعود التي قدمتها الحكومات على مر 7 سنوات الماضية، هذا أساسي ويعني له أثر كبير في نفوس سكان مدينة سيدي بوزيد، ثم يعني غياب الملامح وغياب المظاهر الاحتفالية بذكر هذه الثورة. أختم معك يعني بسؤال، هل كنت قد سألته قبل قليل، هل هناك توجه نحو إقصاء مدينة سيدي بوزيد، نحو تهميش هذه الثورة، هذه الذكرى في مدينة سيدي بوزيد؟ نعلم جميعا أن هناك من يرفض هذه الثورة ويرفض هذا الربيع العربي ويرفض هذه التحركات الجماهيرية التي طالبت بالحرية وبالشغل وبالكرامة، ويعتبرها يعني مجرد ربما يعني شطحات لا يمكن أن تحقق ما يطالب به أهالي سواء مدينة سيدي بوزيد أو حتى كل المدن التي تحركت في تونس ودول الربيع العربي العربي، هل هناك تهميش لهذه الثورة في مدينة سيدي بوزيد؟ يعني سأتحدث من منطلق عملي كإعلامي على مستوى ولاية سيدي بوزيد وإذاعة جهوية هنا في سيدي بوزيد، هذا ما يتبادر إلى ذهن أغلب متساكني هذه المنطقة. وقبل قليل سمعنا شهادة أحد المواطنين الذي يؤكد على اعتماد تاريخ 17 من ديسمبر كتاريخ فعلي للثورة التونسية واعتماد هذا التاريخ كعيد وطني. لماذا الإقرار ب 14 جانفي تاريخ هروب الرئيس المخلوع بن علي وعدم اعتماد تاريخ 17 من ديسمبر كعيد وطني مثله مثل 14 من جانفي؟ مثل هذه التساؤلات أو هذا الطرح جعل المواطن في سيدي بوزيد يعيش حالة من الاستياء، حالة من أنه مهمش، من أنه ليست له قيمة، ليس له معنى، ليس له أدنى حظ أو أدنى وجود على مستوى حتى ملفات الساسة داخل الوزارات فيما يتعلق بالجانب التنموي الذي هو يعد المنوال الأساسي أو المحرك الأساسي الذي انفجرت من أجله ثورة 17 ديسمبر بهذه المدينة، مدينة سيدي بوزيد. شكرا لك على هذه المداخلة. كما تابعتم مشاهدينا الكرام، كانت هكذا هي بعض اللقاءات التي أخذناها من وسط مدينة سيدي بوزيد، تحديدا من ساحة محمد البعزيزي. فقط نشير إلى أن هذه من خلف مجسم للعربة التي كان يستخدمها محمد البعزيزي في أحد الأسواق القريبة من هذا المكان، والتي يعني كانت مورد الرزق الوحيد له، ولكن بسبب خلافات مع شرطة البلدية أقدم الشاب على حرق نفسه، وبذلك انطلقت الثورة التونسية. وكانت الشرارة لهذه الثورة في هذه الساحة، في العادة عادة ما تكون هناك مظاهر للاحتفالات خاصة عشية الثورة، ولكن إلى حد اللحظة لم نلحظ هذه المظاهر التي اعتدنا رؤيتها في السنوات الماضية. بعد قليل من المنتظر أن تكون بعض الكلمات هنا وبعض الوصلات الغنائية في مدينة في هذه الساحة تحديدا، وأيضا من المنتظر غدا صباحا أن تكون هناك كلمات رسمية وهناك عروض وحتى مسيرات بحسب ما صرح به بعض من ناشطين المجتمع المدني للتأكيد على هذه الثورة والمطالبة بمجموعة من المطالب التي دافع عنها أهالي سيدي بوزيد في
الشغل والحرية والكرامة الوطنية، وهو من أهم شعارات الثورة التونسية. الجزيرة مباشر ما زالت معكم في تغطية هذه الذكرى، سواء هذه الليلة أو يوم غد، تفاعلا مع مطالب أهالي سيدي بوزيد في التأكيد على أهمية الثورة التونسية التي ينتظرون منها أن تغير لا فقط في تونس ولكن في باقي الدول العربية، وتحقيق أماني هذه الشعوب المنادية بالحرية والمنادية بالكرامة والمنادية بالتشغيل والتنمية والالتحاق بركب الدول المتقدمة. نصل مشاهدينا الكرام لنهاية هذه الجولة وإلى موعد آخر.